أحيانا تسأل نفسك تقول لماذا ليس لدي مشكلة في تصفح الهاتف أو اللعب لساعات طويلة دون أن أفقد تركيزي، بينما نصف ساعة من الدراسة تجعلني أشعر بالملل والخمول التام. هذا السؤال لطالما سأله الناس لأنفسهم، يعني لابد أن هناك مشكلة بأدمغتنا بحيث نكره القيام بأي عمل صعب مثل الدراسة. فنادرا ما تجد شخص يحب الدراسة أكثر من حبه للعب. أنا صراحة لم أجد الآن ذلك الشخص. دعني أخبرك قبل كل شيء أن هذا الشعور ليس من مشكلة بك أو في دماغك الذي خلقه الله عز وجل في أحسن تقويم، كان تحب اللعب أكثر من الدراسة مثلا، بل هي مجرد سلوكية لو غيرتها سيتغير كل شيء، وأنا هنا لأخبرك كيف تغيرها بإذن الله تعالى من منطلق علمي. جاء عالمان وقرروا أن يجدوا طريقة في الدماغ تجعل الناس تحب الدراسة كما تحب اللعب أو بنفس الدرجة، طريقة تجعل الناس تتحمس للقيام بالأعمال الصعبة كما تتحمس عند القيام بالأعمال السهلة كتصفح الهاتف، الأكل، اللعب إلى آخره. وجلبوا فأرين وقاموا بتوصيل أقطاب كهربائية في أدمغتهم بحيث تؤثر على مركز المتعة لديهم، المركز الذي إذا تفاعل يطلق به الدوبامين، وبالتالي يشعر الشخص بشعور المكافأة والمتعة، الشعور الذي نشعر به عندما نتصفح الهاتف أو نلعب. تمام. وضعوا في القفص الأول رافعة كهربائية، كلما دفعها الفأر كلما أرسل إليه صاعقة حفزت مركز المتعة لديه، وبالتالي أفرز الدوبامين عنده، وبالتالي شعر بشعور المكافأة والمتعة. الغريب أن الفأر عندما دفع تلك الرافعة لأول مرة وشعر بذلك الشعور استمر في ضغط الرافعة بشكل متتالي ومستمر حتى أصابه الإجهاد وسقط من التعب. تخيل. بينما الفأر الآخر قاموا بمنع إطلاق الدوبامين لديه في مركز المتعة عن طريق إحباط مستقبلات الدوبامين لديه، فأصبح الفأر الثاني لا يملك رغبة لفعل أي شيء، حتى أنه كاد يموت من الجوع مع أن الأكل أمامه، لم يكن يأكل أو يتزوج وكأنه فقد إرادة الحياة، كان يأكل فقط إذا قرب الطعام من فمه، كان يشعر بالخمول التام. فاستنتج العالمان حينها أن شعور المتعة الذي نحصل عليه عند القيام بالأعمال السهلة كتصفح الهاتف أو اللعب هو نوع من الإدمان تستمر في طلبه بشكل متتالي. ونفس الأمر ينطبق على الإنسان، كلما زاد إفراز الدوبامين لديك كلما شعرت بالرغبة في النهوض والقيام بأمر ما، وشعرت بالسعادة والرضا النفسي، وكلما قل إفراز الدوبامين ستشعر أنه ليس لديك رغبة للقيام بأي شيء. وبسط لك كيف يكون شعور الدوبامين، تخيل معي. وأنت تشاهدني الآن، دخل عليك الغرفة شخص تحبه وبيده هاتف آيفون 12 وقال لك هذا هدية مني لك. تخيل الموقف، ستفرح صحيح. طبعا إذا لم تشعر بأي شيء أنت لا تعاني المشكلة في الدوبامين، بل تعاني المشكلة في نظام التخيل نفسه. فحاول أن تندمج معي بالحلقة حتى تحصل على الفائدة كاملة. اسلموا. الدوبامين يفرز حتى عندما تشرب الماء وأنت عطش جدا لهذه الدرجة، يعني يفرز في الوقت الذي تشعر به أن مكافأة ما ستحصل عليها. فأنت تشعر بالمتعة عندما تتصفح الهاتف أو تلعب بسبب زيادة في إفراز الدوبامين لديك بكل اختصار، فتدمن كل تلك السلوكيات لدرجة أنك تستمر في تفقد هاتفك بين الحين والآخر لأنك تشعر بنقص في الدوبامين لديك وتحتاج أن تعوضه بشكل أو بآخر وبطريقة غير إدراكية أحيانا. طيب، فهمنا إلى الآن يا محمد من كلامك أن اللعب وتصفح الهاتف يشعرني بشعور السعادة بسبب إفراز الدوبامين في مركز المتعة لدي، والدراسة والعمل تشعرني بشعور الملل والخمول بسبب أنها تفرز كميات قليلة من الدوبامين في مركز المتعة لدي. أين المشكلة؟ فأنا أعيش حياتي بالطريقة التي تسعدني أنا لا تسعد الناس، فلا أريد أن أدرس إذا كان الأمر به تعاسى لي. كلام مقنع قد يتخيله البعض ولكنه ليس كذلك. الجسم أحبتي بالله به نظام يسمى بالهوموستيزيس، ربما شربت ماء بدون هذا النظام تقتله، نظام يحافظ على الظروف الفيزيائية والكيميائية الداخلية في الجسم عند مستوى التوازن، فكلما حدث تغير بها يتكيف الجسم معها. مثلا عند نقص الأكسجين في الجسم تشعر بشعور التقيؤ، عندما تنخفض درجة حرارة الجسم تشعر بالارتعاش لرفع درجة حرارة الجسم. ونفس الأمر بالنسبة للدوبامين، من كثر ما تحفزه باللعب وتصفح الهاتف أخللت التوازن به لدرجة أنه يصعب عليك أن تحفز نفسك لأمور مثل الدراسة والعمل. لذلك مدمني المخدرات يجدون صعوبة في التكيف مع الحياة العادية عند الإقلاع، لأن الحياة العادية والسلوكيات التي بها تحفز الدماغ بكميات قليلة من الدوبامين التي كان يحصل عليها من الجرعات الخارجية من المخدرات، فلا يتأقلم بسهولة. فالأشخاص المدمنين على مشاهدة الأفلام الإباحية أو اللعب أو تصفح الهاتف لساعات طويلة أو القيام بالأعمال السهلة والتي بها شعور متعة يصعب عليهم التأقلم مع الأمور العادية مثل الدراسة أو العمل، فيقول لك حينها هذه الأمور لا تجلب لي السعادة، لماذا سأقوم بها؟ والسبب أنه أدمنها فلم يعد الدماغ يفرز الدوبامين لديه بالكمية المطلوبة عند القيام بالأعمال الصعبة والمهمة في حياته، فيصبح ضمن المفهوم الاجتماعي فاشل، وأنا صراحة لا أحب هذه الكلمة.
الحل كيف نحل هذه المشكلة أو كيف نجعل الدراسة والعمل تحفز إفراز الدوبامين لدينا وبالتالي الرغبة للقيام بها. يعني سنقوم بفعل إجراء مضاد للدوبامين أو الدوبامين دودكس، تمام؟ يعني سنقوم بإعادة توازن الدوبامين لديك. مستعد؟ ستختار يوم في الأسبوع ويفضل أن يكون غدا، يعني خير البر عاجله. في هذا اليوم ستتجنب كل الأنشطة المحفزة للدوبامين لديك، ستتوقف عن ضخ الدوبامين لدماغك، وذلك حتى تسمح لمستقبلات الدوبامين لديك بالتعافي. ستتوقف عن استخدام الهاتف أو الإنترنت أو الحاسوب أو أي تقنية أخرى. ستتوقف عن الاستماع للموسيقى أو الأكل غير الصحي. ستتوقف عن أي شيء يحفز إفراز الدوبامين لديك بسهولة، سواء كان محلل أو محرم. يسمح لك بالمشي والتأمل أن تكون وحيد مع أفكارك، بحيث تخطط وتفكر في أهدافك وتكتب هذه الأهداف على ورقة وليس على هاتف. مهم جدا. وفي باقي أيام الأسبوع قم بما تقوم به عادة. هذا الأمر على مدة أسبوع سيجعلك تشعر بالمتعة عند القيام بالدراسة أو القيام بالأمور الصعبة بسبب إعادة تنظيم الدوبامين في دماغك. طبعا هذا الكلام وهذا التقرير الطبي قرأته في مجلة Psychology Today الأمريكية. هذه مجلة تصدر تقريبا كل شهرين، تناقش مواضيع قريبة من الكلام الذي نتكلم عنه. هل القيام بهذا الأمر صعب؟ نعم بالتأكيد، لأن التغيير يكون من إرادة داخلية وأنت تملكها بإذن الله، وإلا لما تشاهدنا لهذه الدقيقة فأهلا بك. دائما كافئ نفسك بجملة في نهاية اليوم، يعني عندما تشعر أنك تحتاج الدوبامين السريع كأن تلعب أو تتصفح الهاتف، أخبر نفسك في نهاية اليوم سأفعل ذلك الأمر وسأحصل على ذلك الدوبامين، وتستمر في العمل الصعب الذي تقوم به. لأن أغلب العلماء النفسيين يفضلون دائما أن يبدأ المرء بالعمل الصعب في يومه أو في بداية يومه. الله سبحانه وتعالى يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فاتباع كل ما تهوى نفسك سيجعل الله عز وجل يختم على قلبك وعلى سمعك وعلى بصرك، فلا تصل إلى أي نجاح في دنياك. فلا بد أن تقوم نفسك بين الحين والآخر، لا بد دائما أن تسعى خلف التوازن في هذا الجسد الذي هو أمانة من الله عندك. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبكم المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله. الجسم أحبتي بالله به نظام يسمى بالهوموستيزيس. بدون هذا النظام ربما جربت ماء بدون هذا النظام ربما شربت ماء تقتلك.